السلام، كيف حالكم؟ اليوم سوي فيديو، هذا عصير برتقال، عصير تفاح، عصير أي شيء، ما في مشكلة. هذا خلاط 100 100، هذا شركة ريبون سنة في الصيني، بس درجة أولى. هذا كويس، مرة ممتاز، ما شاء الله، أوتوماتيك كل شيء. شوف هذا خلاط 100 100، هذا شركة ريبون أي شيء. هذا شوف، هذا عصير 100 100، هذا يطلع الحين. أنا أشغل، شوف هذا يفتح فوق، شوف هذا يفتح. هذا موضوع البرتقال، موضوع التفاح، هو ركب هنا، هذا فوق ركب، بعدين هذا سوي قفل، هذا قفل، سوي مفتاح هنا، وعلى طول شغل اوتوماتيك. وارو فوق على طول، بعدين هو يطلع، هو نزل خلاص، سكر مرة تاني، هذا يفتح، هو شيل قديم، شيل برتقال، ركب جديد، بعدين سكر، بعدين سوي شغل. هو على طول شغل ما شاء الله. ايه هذا طبعا هو اوتوماتيك رو فوق، سوي يصير يطلع برا، بعدين هو نزل. ايه ما شاء الله، كويس، مرة ممتاز، مرة ممتاز جدا ما شاء الله. شركة ريبون قديم ما شاء الله، ما في جديد. سكر، عصير يطلع هنا، هذا مكان عصير يطلع. هذا كهرب 220، 150 واط، ما في شيل كهرب زيادة. شوف 150 واط، 220 كهرب، هذا شغل كويس، 100 100، هذا شركة ريبون. هذا فيديو سوي لايك، شانل سبسكرايب، شكرا، جزاك الله خير.